فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول السيد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السادة الوزراء، السيد الوالي، السيدة رئيسة جهة نواكشوط، السيدة حاكم مقاطعة الأقصر، السيد عمدة بلدية الأقصر، أيها السيدات والسادة المدعوون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة رئيس الجمهورية، اسمحوا لي بالبداية أن أهنئكم بمرور سنتين على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أهني بهذه المناسبة السعيدة جميع مواطنينا. فخامة الرئيس، لقد أوليتم أهمية قصوى لتحديث وتحسين المجال الحضري في مختلف مدننا، كما أوليتم عناية خاصة لتحديث البنية التحتية الداعمة للنمو في مختلف المجالات. فخامة الرئيس، لقد كان إطلاق برنامجي أولوياتي وأولويات الموسع أكبر دليل على تلك العناية، والتي تمثلت على سبيل المثال للحصر في تحسين البنية التحتية الطرقية في مدينة نواكشوط وباقي المدن الداخلية، وبناء مئات الفصول الدراسية في مختلف أنحاء الوطن، فضلاً عن بناء عديد المصحات الطبية والملاعب ودور العدالة وكذلك المقرات الحكومية. فخامة رئيس الجمهورية، إن مختلف البرامج المشار إليها آنفا تشهد على سمو طموحكم لبلدكم، لذا أمرتم بمواصلتها سعياً لسد النقص الحاد الملاحظ في المنشآت التعليمية والصحية وكذلك المباني العدلية والمنشآت الرياضية والترفيهية. فخامة رئيس الجمهورية، يعكف قطاع الإسكان في الوقت الحالي على إعداد عديد المناقصات المتعلقة ببناء 3 مستشفيات جديدة لكل من تجيج والاق والعيون، وفي نفس الوقت يجري التخطيط لبناء مستشفى جديد للأمومة والطفولة، كما يجري العمل في توسعة المستشفى الوطني وبناء مقرات للمجالس الجهوية على امتداد التراب الوطني، هذا فضلاً عن تأهيل 28 مدرسة في مناطق معرضة للغمر في مدينة نواكشوط. فخامة رئيس الجمهورية، ستواصل مجهودات القطاع الرامية لتحديث البنية التحتية وعصرنة المجال الحضري والطابع المعماري لمدننا، وفي هذا الإطار يجري التحضير لإطلاق مشروع المخطط العمراني لعواصم الولايات الداخلية، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط، بالإضافة إلى بناء وتأهيل العديد من المباني الإدارية مع الشروع لإجراء توسعة جامعة نواكشوط العصرية. فخامة رئيس الجمهورية، يشرفنا حضوركم اليوم معنا للإشراف على انطلاق أشغال بناء ساحتين عموميتين ستشكلان إضافة نوعية للفضاء العمومي ومتنفسا لساكنة مدينة نواكشوط. وتشمل الأشغال في الساحتين ما يلي: أولاً، ساحة الأقصر تبلغ المساحة الإجمالية للساحة 11000 متر مربع، قد روعي في تصميمها طابعها المرتبط بالتجمعات، وتشمل 300 متر مربع من الساحات الخضراء و 1100 متر مربع مخصصة لمواقف السيارات، 3 نوافير مع 8 بخاخات رزاز، مدرج مندمج في التهيئة يصلح لمنصة للمهرجانات، كما يصلح كمساحة للنزهة، جدار خرساني يصلح كشاشة عرض ليلي للأحداث الوطنية والخطابات الرسمية، بالإضافة إلى مرافق عمومية. 2، ساحة تفرق زينة تبلغ المساحة الكلية لهذه الساحة 12000 متر مربع مقسمة كما يلي: 1500 متر مربع مساحات خضراء، 2000 متر مربع مواقف للسيارات، نافورة بمساحة 100 متر مربع مع فضاءات عامة. فخامة رئيس الجمهورية، نظرا لأهمية المواد المحلية ومراعاة لتوفير فرص العمل، فقد تقرر اعتماد الحجارة كمادة أولية لمختلف التصاميم المعتمدة في بناء مختلف مكونات هاتين الساحتين، كما رعي في التصاميم المكونات المتعلقة بالصرف الصحي وكذلك ترشيد المياه. وفي الختام أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.